السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا، نجيب ساعه في السريع كده. هات ساعه ماشي، بس مش في السريع. مش في السريع؟ هو المؤاخذه يا باشا، في كبسه ولا ايه؟ قالوا مغربي ده، انت قديم برضو. واللي جاي كبسه يجي فرداني كده؟ ده يبقى معاه قوه واذن وشغلانه يا باشا. انا بقول كده برضو، وبرضه بقول ان معاليك بتفهم في الاصول كويس. اتفضل يا باشا. متشكرين. انت اسمك روماني صح؟ اخوكم في الوطن يا باشا. ايه ده ايه ده؟ ده انت عارف الوحده الوطنيه اهو. اللي اقول لها مغربي. اتفضل يا باشا. هو لو انا قلبت شويه في المخزن ده ولقيت حاجه كده ولا كده، تفتكر هعمل ايه؟ ولا حاجه يا باشا. انت هتاخد واجب سيادتك وتمشي على طول. وبعدين لو لقيت حاجة ساعتها بقول للنيابة إن معاليك اللي حاططها لي. عارف الإجراءات أنت. خلاص بقى يا معلم، يبقى سيبني أقعد براحتي. نعم، براحتك إزاي يا باشا؟ يعني لا مؤاخذة، ينفع أدخل البيت عندك وأقول لك سيبني براحتي؟ افرض نسوانا خلع راسها، أقول لك أنا على حاجة تانية. الولا رماني بيجيب لي نسوانا قمصان نوم وبيشيلها هنا في المخزن، ينفع معاليك تشوفها؟ يا روماني، انت غاوي قمصان نوم ولا ايه؟ لا يا باشا، هو مغربي كده بيحب يهزر. وبعدين انا ماليش في الحوار اللي بينكم ده يا باشا، انا سايب لكم المطرح كله وماشي من غير سلامه يا مغربي. يا ابن اللعيبه، بس انا نفسي افهم سبب الزياره دي. القطه. ها؟ انت مش فاكر لما قلت لك ان مفيش قطه هتنونو هنا في الحنفيه غير لما اعرف مين اللي رفضها؟ هو لا مؤاخذه انا باشا، في قطة عاملة محضر فيا ولا حاجة؟ محروس ريسا اتقفش بمخدرات وبرشام وبيقول إن أنت شغال معاه. معرفوش، ولو أعرفه كلامه ميمشيش عليا. هو في إيه يا باشا؟ في إن أنت واد جدع. وبعد واد جدع هتفرش لي الفاشة المتينة تقول لي عايزك تشتغل معايا مرشد، مش كده؟ يعني مش بالظبط. ولا بالظبط ولا يعني يا باشا، السكه دي مش ماشيه معايا. العم عم مغربي، الواد صندوق بيموت في الخانه بتاعت الدكتور يوسف. طب وانا مالي ياما يموت يا ولا يا ولا؟ اصل هو بيقول واخد من البرشام بتاعك. ها؟ البرشام بتاعك؟ تعالى مغربي. ما تقلقيش يا ست صفيه، صندوق هيبقى كويس. كويس ازاي بس يا دكتور؟ ده الواد رايح مني. كل الحكايه شويه تبوط، ما تقلقيش. ما تقلقيش. السلام عليكم. عليكم السلام. الواد ده واخد ايه بالظبط؟ ومين سيادتك؟ ده معتز بيه، ظابط المباحث في القسم. اه، مشرفنا. ما قلتليش حضرتك الواد ده واخد ايه؟ الحقيقه بقى مش هقول لك. نعم. ازاي يعني ما تقوليش يا دكتور؟ الواد رايح مني وما خدش حقه؟ جرى يا ست صفيه، ويعني هي كانت اول مره؟ على فكره بقى عيال كتير قوي بتضرب الهباب ده، وانا بلغت بدل المره 10، ولا حاجه بتحصل ولا حد بيسال. خلاص بقى حصل خير. هو الواد دلوقتي هيقوم وهيبقى زي القرد. ولا انت كويس يالا؟ متقلقيش، انا زي الفل. انا محدش اداني برشام. جالك كلام يا معتز بيه؟ اذا كان الواد اول ما فاق مش عايز يتكلم، يبقى اللي بيبيع له المخدرات هو اللي هيقول. طب من الاخر بقى، انا هقول اللي انا سمعته. العيال في المنطقه بيقولوا ان المغربي هو اللي اداله البرشام. عيال مين يا سندس؟ عيال مين؟ انت عايز توديني في داهيه وخلاص؟ يا معتز بيه، انا ما شفتش الواد ده النهارده، وانا ما ببيعش برشام. خلاص يا مغربي، اطلع انت على المخزن وانا هجيلك. يلا ماشي يا باشا. استغفر الله. هتعملي محضر ولا ايه؟ محضر؟ محضر ايه ياما؟ مش المحضر ده بيبقى مكتوب اسم ابنك فيه؟ انت عايزه تحبسيني ياما ولا ايه؟ اه إيه؟ ما انت يا اخويا طفل شوارع ياما. اياك زمالك ياما. انت عايزه تحبسيني ياما يا ست صفيه؟ بالراحه يا صفيه. الله تمط وربنا خدك، الواد لسه تعبان.